المكتب الجهوي الاستثماري الفلاحي باش هذه المعطيات تكون عندكم، لانه مهم جدا. احنا خصنا نستغلوا هذه المرحله. شوفوا والله احنا في الشتاء، ولكن اذا جات الشتاء راه نساو هذا الشيء. ما خصناش نساو، خصنا هذه المرحله نستغلوها باش نوصلوا لهذ الاهداف اللي هضر عليهم السيد موسى. فزوج الملاحظات السيد موسى، الله يخليك سي يعقوبي، زوج الملاحظات. هذاك سهل الكارت ماشي تاع 25 راه تجربوا فيه، فو اكسيلري. السيد مدير الري راه كنت هضرت معاه باش لي كريدي يكونوا، خاص تكملوا لنا هذا الشيء افو. الله يخليك، دير الماكسيموم. جمع هذاك لي زونتربرونور، جيب هذيك الزونتربريز، جيب المصالح كلهم، ديروا لي ريونيون. الله يخليك هذا باش اكسيلري، باش فو اكسيلري فو غاني. هذاك الشيء اللي عطيتي علمنا شحال غادي نربحوا هنا، راه الوقت بحالو بحالنا خصنا نربحوا. ثانيا التحويل ديالنا ما تسقط، راه هذا هو الحوض الاخر تقريبا ديال 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 بلادنا اليوم. سوس راهم في 99%، 99% ديال السقي كله بالتنقيط. خاصنا نوصلوا من هنا ل 2030 نمنعوا السقي الى ما كانش بالتنقيط، وهذا هو كيتسريع حتى هو في هذا الشيء. دونك الله يخليكم، المصالح ديالك غادي ندير واحد البروسيدور سبيسيال مع السيد المدير ديال الري باش تسرعوا بهم هنايا في هذه القضيه. اللي ما دارش ما بغاش يدير لاخر ما تعطيلوش له، دونك خصنا نسرعوا هذا الشيء. الدوله كتمول كل شيء، دونك اشنو كيتسناو الفلاح؟ دونك انتم خصكم ديروا واحد لاكسيون يفوا تجربوا بهذا الشيء ان شاء الله. هذو هما زوج النقاط اللي عندي، يعني بهذا الشيء اللي درتي كله اللي هي سريعه واللي مهمه واللي غنتبعوها معك. تفضل السيد. التجربة ديال الشتوكة بينت لنا بأنه اليوم القطاع الفلاحي ولينا تجربة راه هي الصعيد الأفريقي كله، هي الأولى اللي كاينة في القطاع الفلاحي. إذا كانت تحلية ولكن ما صالح الشرب. فاليوم هذا الشيء اللي ماتيشا اللي كيهضروا عليها المغاربة كلها جاية من هذه المنطقة هذه، كلها 100% في هذا الوقت هذا. دونك غير باش تعرفوا بأنه راه ما خصناش نستافدوا بهذه التجربة باش نسرعوا بهذا الشيء. تفضل سي حسين. الوغ بغيت غير كمعلومه، الشتوكه الثمن 5.7 ياك، 5.7 باش كيديوه الفلاح. عندك 5.7 حتى 6 ديال الدراهم، هذا هو الثمن اللي كي هذا. ولكن الشتوكه كتخدم على الضوء، على الكهرباء، الماء، يعني الكلفه ديال الماء كتجي خصوصا بالكلفه ديال الطاقه، واللي تقريبا ثلثين كتجي من الدوتيان هي ديال الطاقه. الداخله الدراسات اللي التعاقد اللي عندنا مع الداخله اللي بحديقه السيد حسين، انه غادي نوصلوا ان شاء الله غادي تكمل من هنا واحد السنه، غادي الماء ما يفوتش 3 دراهم، ما يفوتش 3 دراهم بين زوج وخمسه حتى 3 ديال الدراهم. علاش؟ لان كتخدم على الطاقه الريحيه، الطاقه المتجدده، وهذا هو يعني المجهود ديال الدوله باش تكون الاستثمار في الاول باش الماء ما يكونش يعني غالي. وهذا هو النموذج اللي بغينا نمشيو فيه في هذا الجهه الشرق، يعني هذا المشروع ديال الناظور، واللي غادي كما شفتوا يعني التفاصيل المساحات اللي غادي تسقى وهذا، ولكن هذه غير يعني الرؤيه الاوليه. من بعد غادي يكونوا يعني دراسات وغادي يكون عندنا تدقيق في هذا الشيء. الزمن هذا تا هو خصنا غادي نعيدو فيه النظر، تا هو نعيدو فيه النظر لانه فيه عده فرضيات وخصنا نقربو شويه داك الشيء. ما يمكنناش نمشيو حتى ل 27، خصنا اوائل ديال 26 يكون ان شاء الله هذا المشروع في بلاصة الوقت. هذا الامر ولا هذا الشان اللي كيشغل البال الفلاحين، وهذه المجهودات طبعا انتم عارفين كتجي في واحد الظروف اللي ما كتساعدش، كاين توالي ديال سنوات الجفاف، الا انه الدوله ممتلئه يعني في وزاره الفلاحه الحقيقه تقال على انها يعني كدير مجهود ومجهود جبار من اجل تخفيف الاعباء على الفلاحين وتخفيف من اثار الجفاف. كنبغي نشكر كذلك السيد العامل يعني منذ ما
مجيكو الاقليم المنظور اجتمعنا معه يعني مرارا كيحاول انه يلقى معنا حلول من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه يعني من الاستثمارات اللي عندنا في اقليم المنظور. انا كوني رئيس ديال الجهه كنبغي نهضر على الجهه كلها ماشي غير اقليم المنظور بحيث انه اليوم اجتماع كاين يعني في اقليم المنظور غادي نخصوا الحديث ديالنا على اقليم المنظور والمحطه من بعد راه كتجمع.